سهرات سافرت بس في والعيد للحق ضعين صاحبي بس في والعيد سيف من وسطكم نطلع جماعة على القدم يمشي بدك الفرح تبينا يا نسيها النور يا هلا.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وخلقناكم أزواجا، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد حث الشباب على الزواج. أما بعد، أيها الجمع المهيب، سجدوه يا عبد الرازق، يا عبد الرازق سجدوه سمع يا أخوان سمع. أيها الحفل الكريم، اسمعوا يا جماعة اسمعوا، كنا قبل 5 أيام على وجه التمام والكمال، قد خططنا بمداد من نور، وكتبنا بحروف من ذهب عقد زواج ابننا ابن الطيبين جاد عبد الجبار الأشوش. ينحدر من عائلته لأبيه المتسمة بالأخلاق والآداب والحياء والفضيلة، ويتسلسل من عائلته لأمه جاها ووجاهة وعلما، فقد حظي بالنصيبين وجمعت فيه الخصال الطيبة. إن ابننا يا آل مسلمة معروف في بلده بصمت اللسان ودماثة الأخلاق وحسن السيرة وجميل السلوك. كنا من قبل قد حظينا نحن أخي نيال بابنتكم لآل علوان، وقد حظي أخي عبد الجبار لابنه جاب بالابنة الثانية. في هذا الحفل المبارك أخي أبو عبد الله، قد شددنا الرحيل نحوكم وهرولنا إلى نسبكم، وافتخرنا بشيمكم وجواركم. إن ابننا جاد قد جاد الله به على والديه ومن الشاب الجامعي الأديب الأريف الحبيب إلى أهله وذويه وبلده، وهو الآن يمثل بين أيديكم مشهرين ما كنا قد كتبناه قبل أيام من عقد الزواج المبارك. وها نحن ذا قد أشهرنا ما كتبناه، وتفضلنا وتفضلتم بهذا اللقاء الطيب المبارك لنقول للعروسين ما أنتم به تجودون علينا. فتفضل أخي الفاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصحابنا أنسبائنا العواشر الكرام الأفاضل، الجمع الكريم في هذه المناسبة، أخي فضيلة الشيخ الفاضل، نحييكم بتحية مباركة في هذه المناسبة المباركة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي من علينا من فضله وكرمه وبركاته بأن خلق لنا من الماء بشرا
جعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حث الشباب على الزواج وعلى النكاح، فقال عليه الصلاة والسلام: الزواج من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والقائل عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لقد تشرفنا بمصاهرة هذه العائلة الكريمة، فمؤخراً كما تفضل فضيلة الشيخ تم عقد كران عنان وجاد على كتاب الله وسنة رسوله الكريم، فإننا نجتمع في هذه البلدة الطيبة وهذه اللحظات الطيبة مع هذه النصرة من أبناء البلد الطيب لنرفع باسمكم جميعاً ومن خلالكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات. ممثل هذا الجمع الكريم بوالد العروسين، والد العروس أخي أبو عيسى وإخوانه وأعمامه وأخوانه، ووالد العريس الأخ أبو جاد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى أن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما على خير. على نية التوفيق أسمعون جميعا قراءة الفاتحة. مبارك للجهتين، مبارك يا مبارك وسيدنا. لك عريسينا زين الشباب، زين الشباب عريسينا، عريسينا زين الشباب، زين الشباب عريسينا، عريسينا زين الشباب، زين الشباب عريسينا. والله يا عارس مين اللي زيك؟
شمس امك والقمر بياك. الف مبروك لمك وبياك، ريتك تتهنى يا سمار اللونه. زادت الفرحة لغلى الحبايب، ضوي يا نجوم السما علينا وهلي، فرحنا وزادت الفرحة بجمع القرايب. خلتني دايب امك في يوم الفرح تدعي وتصلي، بياك واقف يستقبل كل الليل.